السلام عليكم خوتي أينما كنتم وحيثما وجدتم. السلام عليكم بدون استثناء خوتنا بهذه المناسبة السعيدة. يطيب لي أن أهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. خوتنا تحبوا، خوتنا ربي وحد القلوب، وتحياتي للجميع، وسمحوا لنا اللي ظلمناهم ولا ظلمونا. والسلام عليكم، عيدكم مبارك. عليكم عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم. صح عيدكم جميعا جاليا ان لندن ان خارج لندن. بسم الله الرحمن الرحيم. صح عيدكم، عيد مبارك، كل عام وانتم بخير، كل مسلمين وكل عرب وكل جالية الاسلاميه والعربيه مقيمه في لندن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اخواني الجزائريين اخواتي، تحيه طيبه بهذه المناسبه الا وهي العيد الاضحى المبارك. عاده الله علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بخير ان شاء الله وامن وسلام. كما تشاهدون إن شاء الله اليوم في هذا اللحظات الطيبة، نحن كجمعية علماء المسلمين الجزائريين وكجمعية شمال نورث أفريكا شمال أفريقيا، ها نحن إن شاء الله ننظم هذه التظاهرة الطيبة، واللي ندعو فيها إن شاء الله كل إخواننا للتضامن وللوحدة وللإخوة والأخوة والتي افتقدناها، ونحن ها في هذا الجمع الطيب المبارك إن شاء الله نبحث عليها. وربي وفق الجميع، وندعو الجميع كذلك كما قلنا للتضامن وللاعتصام. ويكفينا قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيد مبارك خوتنا الجزائريين وخوتنا المسلمين كاع في كل الأراضي إن شاء الله. والحمد لله الذي ربي وهبنا إن شاء الله وجمعنا في هذا المكان، واللي نضمن هذا المكان إن شاء الله هما إخوتنا جمعية علماء المسلمين وخوتنا جمعية شمال إفريقيا كما هكذا، هما اللي نضمن هذا المكان وتحدونا وبيناتنا وحبوا بعضنا بعض وتهلاو فينا وجابونا إلى هذا المكان، ورانا صلينا في هذا المكان والحمد لله. وإن شاء الله نتمنى في المستقبل إن شاء الله خوتنا قاع يتلموا ويجوا لهذا المكان ونصلوا فيه ونتحدوا بيناتنا ونحبوا بعضنا بعض في وجه الله تعالى، ونتهلاو في بعضنا بعض، ويعني وقووا نفوسنا وقووا الإيماننا إن شاء الله، وقووا كل شيء بيناتنا بحول الله، وتهلاو في روحكم إن شاء الله. الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والله لأن نسأل أمام الله على كل واحد: لماذا لم تهديه للإسلام؟ ولماذا لم تعرفه بالإسلام؟ بل هذه حاجة كبيرة علينا في بعضنا فقط يسألنا الله سبحانه وتعالى، مشتتين، متنازعين، مختلفين، هذا يضرب هذا وذاك يسب ذاك، والكل في واد، رغم أننا أمة الاعتصام. وهذا معنى كذلك من معاني العيد، هو عيد التجمع، أن يجتمع بعضنا مع البعض، وأن يغافر بعضنا البعض، وأن يساعد بعضنا البعض، وأن أكون قوي بك وتكون قوي بي. فأين هذه القوة؟ وأين هذا التغافر؟ وأين هذا التراحم؟ إننا نبحث عنه، وخاصة في أوساط الجالية المسلمة الجزائرية. أقولها وبمرارة: كل الجاليات موحدة، كل الجاليات مع بعضها البعض، إلا نحن تجد يسب بعضنا بعض ويتهم بعضنا البعض، والواحد منا ما يشمش في خوه كما يقال. لماذا؟ لماذا يا ترى؟ لماذا يا أحباب الكرام؟ إن هذا السبب هو أنت وأنا وهو وهي وهم ونحن جميعنا. عندنا مرض سموه مرض الحسد، عندنا مرض سموه مرض التباغض، الحقد، الشحناء، البغضاء. ولهذا أحبابي الكرام، هذا اليوم مفروض أن نقف
مع أنفسنا ومع إخواننا لنقول سنتغلب على الشيطان، لنقول بل نحن إخوة، لنقول فلنجتمع فلنتوحد فلنعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى. ويكفي قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي الكرام، ومن معاني العيد كذلك بر الوالدين، وما أحوجنا لبر الوالدين. وقد ذكرنا قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام، كيف قال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال أنه قال لأبيه: يا أبت وثقني جيدا لكي لا أضطرب، أربطني مليح باش ما تخبطش، وارفع ثيابك لكي لا يرشك الدم، ما يطيرلكش رشاش ولذات من الدم. لماذا؟ لكي لا تراه أمي فتحزن حزنا شديدا. سبحان الله، بر الوالد ويتفكر في أمه. ثم قال له: يا أبي مرر الموس سريعا لكي أستريح. ثم قال له الخليل وضمه باكيا قائلا له: ما قدمت لي مساعدة كبيرة في أمر الله سبحانه وتعالى، يعني لك عاونتني في أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الوالد وهذا الولد، الوالد ثمر بأمر الله، والولد كان خاضعا كان طائعا لأبيه ثم لأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا المطلوب منا أحبابي الكرام، هذا المعنى الحقيقي لنا. عندنا جماعة ما شافوش والديهم عاصيين، عندنا ناس يضربوا والديهم، عندنا ناس ما شافش أموه حتى ماتت وهي غضبانة عليه، عندنا ناس راه ما يتكلمش مع أخوه وما يتكلمش مع جاره وما يزورش الأرحام وقاطع للأرحام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث القدسي أن الله يقول: من قطعها قطعته ومن وصلها وصلته. هذه هي الرحلة. كل واحد منا أحبابي الكرام يتفكر مع نفسه هو أعلم، راك تزور فيه أحبابك وأقارب تاعك، راك طايع لوالديك، راك فعلا في ذلك المقام مقام الطاعة الحقيقية الميراث. وعلى على على هذه الدنيا الفانية تلقاهم 10 و20 سنة ما يتلاقاوش، ممكن حتى يموتوا وما يشوفوش بعضهم. هذا فعل المسلم. بالعكس، أن تصل من قطعك الرحمة نتاعك الحقيقية أنك تبدأ أنت تكون المسلم الحقيقي. معليش كون دار فيك الحاجة اللي مش مليحة بصحتك كون مليح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يلتقي المسلمان خاصمين مع بعضهم فيعرض هذا ويعرض هذا، وأحسنهم وأفضلهم عند الله من بادر أخاه بالسلام. يداً واحدة وأن نكون جماعة واحدة. وعليكم بالجماعة فإن الدين يكفل من الغنم القاسية كما قال عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. فإن أخذت من الله عز وجل وحده لا شريك له، وإن أخذت من نفسي ومن الشيطان، وما أبرر نفسي إن النفس لأمارة السوء. يطلب الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين بمشاهد. السلام عليكم ورحمة الله. عيدكم مبارك، وكل عام وانتم بخير، وكل الأمة المسلمة إن شاء الله وعليكم صحة عيدكم مبروك كامل، وإن شاء الله تكون الأمة الإسلامية والعربية كلها بخير، وإن شاء الله ربي يوفقها. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير وصحة عيدكم لكل الأمة الإسلامية، ونبلغ سلامي لكل عائلة تاعي الوالدين، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله وصحة عيدكم. صحة عيدكم بداعتك كل عام بخير. الله يعطيكم العافية. في مناسبة حلول
العيد الأضحى، أقدم تحياتي الخاصة إلى العائلة وكل المسلمين. هنا الله بركاته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نسأل الله المغفرة لكل الجاليات الجزائرية والعربية والمسلمة في هذا البلد وكل في مناطق العالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. صحيح. السلام عليكم، عيدكم مبروك، كل عام وانتم بخير، نتمنى الخير والشفاء لكل المرضى ان شاء الله، وعيد مبارك لكل من الاسلاميه ان شاء الله. خويا صالح، صحة عليكم، كل عام وانتم بخير. بمناسبه عيد الاضحى نسلم كاع الجزائريه المسلمه في العالم، وان شاء الله ربي العام الجاي يكون عيد في ظروف احسن ان شاء الله. وهذه هي خويا صالح، صحة عليكم. صحة عليك. صحة صحة عيدكم، عيد مبارك. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم. عيد مبارك لجميع الأمة الإسلامية بصفة عامة والجالية الجزائرية بصفة خاصة. نحمد الله ونشكره على هذا اليوم وهذا التجمع، الله يجعل فيه خير إن شاء الله، ونشوفكم مرة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم، كل عام وانتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نهني الجالية الجزائرية في بريطانيا وفي المهجر عموما، كما أهني كافة المسلمين في جميع أصقاع الأرض، ونتمنى للجزائر بأن تكون في أحسن حال وأن يدوم الأمن والأمان في بلادنا العزيزة، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله، عيدكم مبارك، وكل عام وأفراد الجالية الجزائرية في الخارج كلهم بخير إن شاء الله، والشعب الجزائري بخير والأمة الإسلامية بخير. ونشكر جزيل الشكر كذلك لجمعية علماء المسلمين وجمعية شمال أفريقيا إن شاء الله على تنظيم هذا اليوم، وإن شاء الله نفرح مع بعض، وبارك الله فيكم، جزاكم الله. عيدكم مبارك. جزاكم الله خير. كل عام وانتم بخير، سنين دائما تعيدوا وتزيدوا، كل عام وانتم باهيين زاهيين. السلام عليكم، عيدكم مبارك، الجالية الجزائرية في بريطانيا، وكل عام وانتم بخير والجزائر قاعدتك. السلام عليكم. صحة يا دنوان، صحة يا ليزانجيريان دملان، صحة يا كل لي ميزيلمو، أخي يغفر ربي إن شاء الله، هذه يتقبل ربي إن شاء الله صغرنا، والسلام عليكم. الجالية الجزائرية في لندن كامل. أنا جالس كل عام إن شاء الله. لازم تجيب الجزائر، عيدكم مبارك، كل عام وانتم عايشين ان شاء الله. السلام عليكم خويا صالح، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. انا هنا في ايسلندا نكتب الجوع، ما شاء الله الجاليه الجزائريه قائمه بالواجب، يا حمد لكم، وكل عام وانتم بخير، ونسلم على الجزائر كلها. السلام عليكم، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. عيدكم وصحة عيد كاع المسلمين ولا فامي، ان شاء الله نشوفكم بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله، عيدكم مبارك إن شاء الله، نسأل الله العظيم يغفر لنا ولكم إن شاء الله، وجمع شملنا بأهلنا إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله، وسلمنا الحرب إن شاء الله في الجالية الجزائرية هنا في لندن، كذلك ما نسوش خوتنا الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، كلكم صحة عيدكم، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، ونتمنى الجالية الجزائرية الموجودة هنا في لندن تعيد بخير ان شاء الله، ونتمنى كذلك الجزائري الشاب الجزائري كذلك عيد مبارك، وكل عام وانتم بخير، وراك تشوف انا في لندن، هذا هو العيد في لندن. كلكم صحة عيدكم، وكل عام وانتم بخير، هذا بابا جاي جون. سلامتك الحاج. وعليكم السلام. عيد كل المسلمين ديالنا. امين. دولي ديال ديك قدام الشتوش جينا على باش نشوفوها. الله يبارك، ربي يوحد القلوب ان شاء الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم صحه عيدكم، كل عام وانتم بخير، غفر الله لنا ولكم، وتقبل الله منا ومنكم. عيد مبارك. ودي يقول عيد مبارك. عيد مبارك. Again, again. Hey, come on!